دينا شربيني أشهر فنانات برج الحوت تحتفل بعيد ميلادها 38، ولدت في 17 مارس 1985 بالقاهرة، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة 6 أكتوبر. عرفها الجمهور من خلال برنامجي شبابيك بقناة دريم 2006 ثم عز الشباب. التحقت بورشة مروة جبريل لتعلم التمثيل ودرست مخارج الألفاظ على يد الفنانة إيمان يونس. بدأت بالتمثيل في عدد من الأعمال المسرحية الشبابية في عام 2011، وفي عام 2011 أيضاً شاركت في مسلسل المواطن. في عام 2012 قدمت 3 مسلسلات دفعة واحدة، روبي وطرف ثالث وحكاية بنات. وفي عام 2013 كان نقطة تحول في مسيرتها الفنية، حيث شاركت في 5 أعمال سينمائية وتلفزيونية. المشاركات شملت فيلمي الحفلة وسمير أبو النيل ومسلسلات موجة حارة وتحت الأرض وزين. لم تقدم أي عمل فني خلال عامي 2014 و2015، وفي 2016 عادت بقوة بمشاركتها في 4 أعمال دفعة واحدة. المشاركات شملت فيلمي هبتة وكذبة كل يوم ومسلسلي جراند أوتيل وأفراح القبة. وفي أواخر 2016 انتشرت شائعات عن علاقة زواج تربطها بالنجم عمرو دياب. لم تنفي أو تؤكد أنباء الارتباط، ولكنها كانت دائمة الظهور معه في كل المناسبات. الهضبة غنى لها أغنيته الشهيرة برج الحوت، نجحت في الوصول خلال هذه الفترة إلى الصفوف الأولى في عالم الفن. وفي أواخر 2020 انتشرت أنباء حول انفصالها عن عمرو دياب. قدمت أول بطولة مطلقة من خلال مسلسل مليكة. أصبحت نجمة دائمة في رمضان في السنوات الماضية،